أنا كبيرة، مفيش حاجة معرفهاش واصل. بجد؟ أي حاجة؟ أي حاجة. طيب مين رابر صغير في السن واتقتل قريب في أمريكا؟ نيو سكول ولا أولد سكول؟ نيو سكول. طب سموك. أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، إزاي؟ أقعد أقعد يا جوني يا غالي. اللي بتفكرني بأبوك، راجل من ظهر راجل، مش طري زي أخوك. أنا فعلا من ساعة ما جيت البلد هنا وكل الناس بتقول عليه هو طري، بتقول علي أنا أنا وداد فولة واتفلقت في الإيه. بقولك إيه، أنا عجباني التفاصيل، الديتيلز، مش ممكن. ثانية واحدة، ريل أو جي. ناخد سيلفي. أوه ماي جاد. لا إحنا لازم نقعد قعدة بقى برواقة، نشرب شاي وفرابتشينو ونقعد نحكي كل التفاصيل بتاعتك. هي أزمة. هنقعد يا جوني يا جوني. بس استنى عليا بس لما اتجوز أخوك الطري ده الأسبوع ده. إيه ده؟ أنت هتتجوز يا كبير؟ بس الأسبوع ده قريب قوي، يعني أنا مش هقدر بصراحة أحضر، يعني خلينا نأجل شوية عشان أنا اللي هلطت قوي الفترة دي، وعايز بقى أرجع يعني يبقى فيه سكس باكس وكده. ما ينفعش ما ينفعش تقدر يوم واحد، أنا خبرها. شهر عشان خاطرك يا جوني، عشان تبقى كيوت. ولو إن مفيش أكيوت من كده. جوني خدني على أوضتي. جوني جوني. يس ماما. جيبي فايف. أو ماي جاد. ياد ما تنشفش على عمتك. ياد أنت مش مظبوط ياد. الله يعافيك يا عمتي. كأنه الشمس نجحت نفوخك في الدبل، طفحت مراكز الإحساس عنديكي، بقى سخن ساقع وساقع سخن. بيرفكت. هدرس بص دلوقتي أنا بفكر، مش عارف هل أحط كرافتة ولا أفتح الزرار اللي فوق ده. المشكلة مش فوق يا سيدوني، المشكلة تحت. أنا كنت فاكرها هتعدي، هي باينة أوي. باينة؟ دي مفيش حاجة باينة غيرها يا سيدوني. طب خلاص أنا اتخنت، أعمل إيه؟ لا لا هدي نفسك يا سيدوني، إحنا ممكن نقوله إن دي موضة، ممكن نقوله إن دي بيلي شيرت أو كروب توب. أنت بتكلم شاكيرة؟ شايفني شاكيرة قدامك؟ الموضة دلوقتي يا سيدوني بقيت كلها يونيسكس، إحنا ممكن نقوله إن دي سليم فيت. ده سليم فيت؟ ده إت دازنت فيت. حلوة يا سيدوني. حلوة ايه ده؟ انا لسه مألفها دلوقتي. ايوه، ويبقى انت اللي اخترعتها، والناس تقلدك وتلبس كيفك، ونفتح فروع ونروح دبي، نفتح في دولفين مول. يا متخلف، دولفين مول ده في الحصري. يعني مفيش دولفين في دبي؟ في دولفين بس مفيش دولفين. بص الحقيقة انا كمان. ايه ده انت معذب روحك ليه يا سيدوني؟ احنا لسه قدامنا شهر ممكن تخس. يا سلام، تصدق ما فكرتش فيها؟ اكيد فكرت، ما انت شايف. بص مين دول؟ بيقع هو بيعملها، حتى البرامج فاشلة اهو، وحاولت اعمل ده، كل ما امسك كرسي يهرب مني ويهرب، مش عارف اعمل ايه. حتى الاكل جربت اعمل دايت، كل يوم اقول هبدا من بكره، ما بعرفش. بس النهارده قررت وعملت خطوه الصراحه. قبل ما اقابلك جبت رغيفين فينو وحته جبنه قريش عليها نقطه زيت زيتون، فتحت الرغيفين وشلت اللبابة خالص، عملت كومة لبابة. شلت اللبابة ليه؟ دي طعمة. ما هي دي اللي بتخن. ايوه صح. خليت الرغيف زي تخن ورقة البفرة. حطيت جبن القريش وكلته. وشبعت؟ بصراحة لا. ولا كأني كلت حاجة، بالعكس بقيت بكريف الأكل أكتر. بس أنت استحملت وقلت مش هاكل تاني. بصيت على اللبابة. أنت بتعمل لي كده. واه. وأنت عملت إيه؟ عملت لها كده. ليه ما عملت لهاش كده؟ كلتها كلتها، وما كلتهاش لوحدها كمان، غطستها في نوتيلا وخلصت برطمان نوتيلا كله ولحست الغطا كمان. بقيت بكريف السكر. ايه يا سيدوني في ايه؟ بس بص لا انت بتعمل لي كده. لا انت بتعمل لي كده. لا البقلاوه زي طبق مش عارف. اهدى يا سيدوني، اوعى اوعى يا سيدوني. اهدى اهدى يا سيدوني اهدى. فشار مين الفشار؟ عامل لك ايه يا سيدوني؟ عامل لك ايه يا سيدوني؟ عامل لك ايه الفشار؟ ايه يا سيدوني ده؟ انت محتاج مصحة. بحب الاكل، بحب الاكل.
سيدوني فكك من الدايت، انت لازمك علاج طبيعي. الطب ازاي؟ خد الكركمين. ده مواصلات بينزل عبود، باخده منين؟ لا الكركمين ده علاج، ده دواء. دواء يا سيدوني. اسمه ايه؟ كركمين لعلاج السمنه والنحافه والتهاب المفاصل والقرحه والكحه والقولون والكلى والزهايمر. ايه ايه رايح فين تاني؟ اللي انت بتتكلم عنه ده اسمه خرافه، مفيش حاجه في الدنيا بتعمل ده كله. ده مرض واحد باللي انت قلتهم دول ممكن دكتور يقضي حياته كلها بيدرسه ويتخصص فيه وما بقاش شاطر فيه كمان. ايوه ما هو الدكاتره تدمعهم بس يا سيدوني. ما تفتيش. ايه ده؟ خلاص يا سيدوني خلاص، روح الفرحك دي، بس ما تنساش تلبس كرافتة طويلة عشان تداري على الكرش. انت مش محترم تتريق على صاحبك؟ مش محترم. لا انا بستفزك عشان العزيمة. عزيمة ايه؟ انت كسرتني، انا عايز اكل شوكولات دلوقتي. لا لا خلاص، انا جاتلي فكرة، انا عندي تشكيل الشنط حلوة، ازاي ما فكرتش فيها قبل كده؟ همسك واحدة فيهم بس امشي بيها كده طول الفرح، امشي كده. وعلى فكرة ده اتيتيود حلو، يعني بتوع المافيا دايما بيعملوا كده. You know what I'm saying؟ يعني اعمل كده ليه؟ لا تحط شنطة، شنطة سفر طبعا، وتفتحها عشان تدرع الكرش كله. انت مصمم على التنمر وانك تكمل في قلة الادب؟ مصمم؟ استنى، انت رايح الفرح اكيد صح؟ ايوه. وريني كده. مش هادي على مجاسك؟ لقيتها طول الفرح تمشي قدامي تداري عليا كده. بص ازاي ماشي. ايه ده يا سيدي؟ ايه بتعمل؟ ايه احنا مش اصحاب يا ابني؟ اصحاب ايه؟ ولا هلز ولا هلز ولا عز. انا مش في الفرح عاملين كده مزنجين في بعض، منظرها غريب قوي. صحيح، ولو قلنا ان احنا توأم مش هتتصدق الناس، عارفه ان نخش بموتوسيكل، انا اسوق وانت قاعد قدامي، طبيعي ومنطقي. ايه ده يا سيدوني؟ هنقضيها طول الفرح على الموتوسيكل كده؟ ضهرنا هيكفش. هناخد كركمين بقى ويحل الموضوع ونخلص. طب ليه ما نكفلش القميص يا سيدوني؟ حاولت صعب، اخره كده. ما مشفوط، ما ينفعش، ده لسه فاضل 3 زراير. خلاص نكفل البليزر. انا بصراحه ما فكرتش فيها. ماشي. شعرك كده؟ حاول تنزله على كرشك يا سيدوني، دير كرشك برضك. احترم نفسك. يلا يلا سيدوني اشفط. بحاول برضه مش عاوز. اتعافى عليه سيدوني. ايه؟ اتقطع؟ ليه اتفتك؟ انا بتخن.